هذا هون الروتر تبع السيرفو موتور، اذا بتطلعوا الروتر لسه مش مركب عليه شيء، بس محطوطه هاي الشافت. هاي بدها تكون طبعا هون فيرو ماجنتيك ماتيريال. ليش بدها تكون فيرو ماجنتيك ماتيريال؟ لانها جزء من الدائره المغناطيسيه. هلا مكلف جدا انه هذا كله يكون ماجنت، شو بنعمل؟ بننزل على سطح هاي ماجنت، بيرمننت ماجنت، بننزلهم من ماده معينه نيوديميوم. هلا بتشوفوها واضحه هاي، فهذول هاي الشافت تبعه. هلا هون صارت عمليه، هاي طبعا بلاستيكه بس اجت هون بلاستيكه، اجت تمسك هذا، وهدول هي ملزقين. اذا بتشوف القطعه هاي قطعه هيك ملزقه من هون لهون، هي بول، فهدول كلهم راح يكون لهم نفس، راح يكونوا كل هدول نورث، كل هدول ساوث، بس عندي عدد من البول زي ما كان عندي في الدي سي موتور. اذا متذكرين في الدي سي موتور ممكن يكون عندي تو بول بس، مضبوط؟ نورث وساوث. لكن ممكن في الدي سي موتور شو يكون عندنا؟ نورث ساوث، نورث ساوث، مضبوط؟ كم عدد البولز هون؟ كم عدد البيرز اوف بولز؟ واحد. عدد البولز اربعة، عدد البيرز اوف بولز اثنين، والرقم هذا مهم اثنين، لانه هذا هو العلاقة بين مين ومين؟ بين الميكانيكال ديجريز والالكتريكال ديجري. هون الالكتريكال ديجري تساوي الميكانيكال ديجري، هون الالكتريكال ديجري تساوي 2 ميكانيكال، او الميكانيكال ديجري الالكتريكال ديجري تساوي 2 ميكانيكال ديجري. اذا بنطلع هون، اذا عندي هي هذا فيس وهذا فيس. هلا هاي لانه ممكن يلف على سرعات عاليه، يوصل سرعات اعلى من الدي سي موتور، احنا نضطر هذول نلزقهم. هاي شايفين اللاصق عليهم، هاي الماده راح تضلها موجوده، بس اللاصق ايش بدي اياه يكون؟ الثكنس تبعته قليله جدا. ليش؟ لانه راح يكبر الاير جاب. هلا ما اظنش هذا فير فيرو ماجنتيك، فهذا اللاصق بكون ملزق حتى يمسكه في مكانه، لانه حتى رغم انه هو ملزق تلزيق بصمت، لما هذا يبدا يلف على سرعات عاليه ممكن ينفصل هذا الماجنت من هون من السنترفيوجال فورس. السنترفيوجال فورس هي نطلع، هي فيو ثاني ببين هون، هون عشان نوفر في الماتيريال خفف الوزن. هي الدائره المغناطيسيه راح تمر هون، هذول طبعا لامينيشنز كمان مش هيك؟ فاللامينيشنز حتى يمسكوا ببعض، شوفوا هون ايش في، زي انا بسميها ستيبل، زي في شيء داخل ماسكهم كلهم ببعض، شايفينهم هدول اللي هون؟ هدول ماسكينهم كلهم في بعض، ماسكين هاي المنطقه. مش مشكله لانه في عندي الفيرو ماجنتيك ماتيريال الموجوده هون بتكمل الماجنتيك سيركل، وهذا طبعا بخفف من الانيرشا تبعت هذا المحرك. هلا كمان راح تشوفوا شغله هون، هاي شو بتلاحظوا هون على الماجنتس في هذا الجزء؟ في شيفتنج. ليش الشيفتنج بنعمله احيانا؟ وبتشوفوه في الاندكشن موتور في سكورل كيج، ليش بنعمل الشيفتنج؟ عشان اخفف من التورك بالسيشن، لانه اذا كانوا كلهم على مستوى واحد راح يضعف التورك ويرد يقوى، يضعف التورك ويرد يقوى. اذا حطيتهم شيفتد شوي بس اللحظه اللي بيكون في ماجنت مش عم بيعمل الماجنت اللي جنبه، عم بيشتغل سكيوينج، هذا بنسميها العمليه سكيوينج. هي في نهايه الهاي، متذكرين قلنا في النهايه في عندي غطا بتغطى عليه، هذا في داخله الانكودر. هلا هذا اظن ريزولفر، هي الريزولفر اللي انت سالت عنه، هذا الريزولفر بيطلع اظن منه سلكين او ثلاث اسلاك او اربع اسلاك، نشوف نتاكد. هذا اللي بيعطيني، فهذا بكون مربوط مع الشافت، فلما يلف الشافت راح يلف هذا معه، راح اقدر اعرف وين بالضبط البوزيشن، لاني بدي اتحكم في الستيتر بحيث اني اخلي التو ماجنتيك فلكسز عمودين على بعض. وهذا اظن هذا انكودر، هذا الانكودر بيختلف المبدا عنه عن الريزولفر، بس نفس المكان بنثبته في نفس المكان، وبيجي الغطاء عليه من هون بيطلعوا اطراف التيرمينالز. هاي صوره ثانيه لواحد اصغر طبعا، هذا عدد الماجنتس اقل اللي موجوده عليه، نفس ماشي. خلينا نطلع الان على